ولذلك قيل للزعيم الراحل، قيل لعبد الناصر: لماذا لا تنفذ حكم الله في قطع يد السارق؟ لماذا لا تقطع يد السارق يا سيادة الزعيم؟ فرد قائلا: اخشى ان قطعت ايدي السارقين الا اجد احدا يصفق لي وانا مار في موقفي، لانني ساحولهم الى ذوي ايد واحدة واليد الواحدة لا تصفق ابدا.